يا أخي الكلام عن الوفاء لذيذ. أحد طلبة العلم وقلت القصة هذه لكن من جمالها أعيدها. ما يقبل أني أعلن واسمه. انشغل بالدراسة ورايح ويجي وله زوجة أخ في مقام أم تبيرة وأخوه التبير. هالمرأة الصالحة رافقت أمه في مرضها وفي صحتها، تغسل لها وتطعمها وتعطيها الدواء حتى ماتت أمه. يقول فعلت ما لم نفعل لنا يا العيال ولا البنات. هنيل لها والله ما شاء الله. يقول ماتت أمي ودراستي خلصت. يقول ما رافقت أمي مرافقت كما يرضيني، لكن ذي فاعلت ما لم يفعله أخوي. وهي زوجة ابن ما هي بنتها. يقول الرجل فلما ماتت يقول عندي دراهمات جمعت نفسي وجاني بعض الرويتبات وجاني لهم انتداب ومدريس لين جمعت 100,000 ويربطها في كيس ويروح للديرة ويجي لأخوه يسلم عليه. قال خل أمي الثانية تجي زوجته كبيرة. يقول إن أطفالا عندها كنا. يوم أقبلت عليها حجابها كامل ورحبت به قام حط تحت رجل هذا 100,000. قال هذه قيمة ليلة من ليالي أمي يوم تسهرين معها. والله لا لاحق إنجازات. وتقعد تبتي وتحلف وهو يحلف ولا طلع بريال منها. يقول أبي يرتاح أبي يطمئن شوي إني على الأقل رديت لها بعض الجميل مع أنها والله ما كانت تبي دنيا. الله أكبر. هي مرافقة أمي تبي لجر. يقول وجبتها والله ما أملك ريال. يقول أنا أبي يبرك بروك يعني يعورني شوي حتى أني أدري أني أوفيت معها لو ليلة. ما شاء الله. يا فلان خذها الله يرحم والديك. قال والله ولا ريال وانت أمي عقب أمي وخذي ذي وادري أنها والله ما تبينها. لكن يا أحبابي بهالمواقف وتذكرون المقطع اللي رأيناه في اليوتيوب كلنا أخوان رباهم أخوهم عقب موت شايبهم ثم انجوه في ليل وافتحوا الباب ونزلوا من الدينة من السطحة جيب جديد ما عنده شيء وناظر للموتر اللي يكلف وكلهم متقاطين فيه وجايبينهم مقدمين لأخيهم ويتعذرون واللي ينزل ركبته واللي ينزل ليديته واللي حب عينه وقف قدامهم وش يقول دمعه واللي جاوب وفقوا وفى وفى منه ما راحوا ينازعونه. قالوا وش عندك وش حطيت وش حلال الشايب وش الربع يعرفون له معروف رافق أبوهم لين مات أبوهم وصار أبوهم وهم صغار أطفال أيتام. وين الوفى؟ بعض البيوت عندهم أخت تركت الزواج وكبرت عشان خيانها. فلما جاء راح قطار الزواج وراح كل ما أخذ امرته وخلاها في البيت القديم بيت الشايب وهذه تفتح البيبان ترزت تبي تشوفهم. وبعضهم ما التفت لأخيته اللي عجزت وهي تشيلك وتحطك وتغسلك وترفعك عقب موت أمك. بعضهم أيتام أم أختهم التبيرة هي اللي قامت عليهم. وين الوفاء؟ هذه والله يا مسلم لو تخليها فوق راسك وتحجبها وتردها للديرة وهي على راسك ما تلحق جزاها. الوفاء يا الربع الوفاء جميل ورد الجميل. وترى الناس ما يبون منك من دنياك ترى أحيانا الوفاء بكلمة طيبة. حبيبنا يقول الكلمة الطيبة صدقة. ما شاء الله تبارك. أبو عمر الله يعظم أجرك يا شيخ. يا أخي اللي دائما قلبه لين في الوفاء ترى في حياة. والله العظيم اللي يعشق الوفاء في قلبه وفاء ومحبة. مثل إذا تكلمت عن بر الوالدين ودمعت عين واحد منهم ترى ما هو من عقوقه هذا بار، لكنه يعتقد أنه عليه بعض الضغط يعني أنه وده أنه بار أكثر من بره. هذه الدمعات الطيبة رحم من رب العالمين. الحمد لله المسلم يطلب الخير والحمد لله هذه ما تنتج إلا عنا إن شاء الله تعالى عن علم طيب. اللهم لك الحمد. الله يرزقنا وإياكم الوفاء. نازلنا ننتظرك يا أبو عمر. والله محزنة هذه والله يا أخواني. مواقف كثيرة لكن
شيخنا ذكرت موقف الله هذا بقوى حتي وانا تسدير الله لا لا هي زينه هذه المؤثرات الصوتيه جميله تفضل الله يجيركم ان شاء الله الاوفياء كثر والله الحمد لله ما يخلو منه ولكن من القصص اللي يعني